كل مستحيل لك يكون ملك التقدير بتاع كل يوم اللي بيحبكم حكم حبيبكم تعرفوا مين؟ جدع ملك التقدير مدوح الحنا من الصينيه ويفتح الباب للنجم احمد تربله بكره غدا بكره غدا وان شاء الله نجم اسمه بكره احمد الزازه واولا واخويا احمد ابو الطفل الصينيه ايه؟ واخويا احمد ابو الطفل الصينيه ايه؟ يا اخوانا احنا نقول اللي بيحب النجم احمد تربله فرحه بكره يجي هنا اللي بيحب النجم احمد تربله وبكره غدا ملك الحلو دلوقتي ايوه وده محمد قران وحسين قران بيحيي اخوانهم انت عارف انا ما بكسفش ويلغى ويقول احمد دلمان ويقول ابو خالد الطيار ويقول بزازه كلام مية تحيه في كل غنحانه ورجوله انت حي فرحة بكره يا بزازه هتقول تريب لي حالنا احلى بزازه التقدير الراجل للراجل التقدير الراجل للراجل بعيد عن المال تحيه بزازه الا برضه ابو اخويا الكبير الفرحه اللي عدت على خير عم السمر الريحاني يا اخوانا احنا بنقول للحب لاحمد تربالة هيجي استاذنك بس الفيلم ده تعالى طارق يا عم ماشي تعالى نعمل ايه والله تيجي حل بالله يا عم احنا بنحب العروس بالله عندنا ابو خالد الطيار يا عم انتوا اخواتنا بعيد عن اي حاجه تعالى قتل الفيلم قتل الفيلم صلى على النبي يلا يلا محمد ايراني اخويا محمد ايراني وحسين ايراني بيقولوا الطيار وبيقولوا الدربانة برضه بكره الكلام بالمية محمد ايراني وحسين ايراني وده الشام احمد عم مصير برضه بالسمية باسم بكرة وشام احمد عم مصير بالسمية باسم بكرة باسم خالد الطيار نتغدى بكرة عند بكرة عند بزازة ودربلة بكرة ودي برضه المعلم احمد شعبان فندي اي حاجة بس انا كلام اول واحد بيبيع كل اللي احنا مخلصين في الشوايب عند جامع عزام المعلم احمد شعبان فندي مش مصدقني ينزل الساعة 10 الصبح اشوف نفسك واللي بيحب احمد دربلة يصحى معانا بقى يلا ده اخونا برضه حب الراجل راجل خالد الطيار بيقول لك احمد تربله بالمية خالد يا خالد خالد اهو خالد اهو بيقول لك ان انت احمد تربله بكره بالمية واهم حاجه ابو حسين اهم حاجه ابو حسين لسه كبير محمود تربله ومراته ايه برضه ايه ايه احنا بنقول له بكره ايه باسم الجنه ايه الاستاذ باسم بكره يا حماد صح كده العش والملح ابو كرمة صديق تحت بحر الاول علي ايه ابو كرمة علي مين علي ايه علي مين حلو للفارح ايه انت سيب الفارح حتى سيب نباته علي 18 واحد علي محمد الفارح علي مين اللي تم الفارح علي مين اللي على قديمه علي مين على تم الفارح بيقول لي دربالة كل واحد يستنى تحت بحر ايوه على تم الفارح بيقول لي بكره اروح بتقول لهم احمد تربله اخواتك المعلم شعبان اللي خرج نص مية طب بصلي على النبي كده بقى تقول لهم بسم الله بتاع محمد عبد السلام عشان تقول كده تتفرج على الموضوع المعلم شعبان ابو خلف نص مية اروح صديق النجم احمد تربله الفرحه اللي عادل على خير ايه الفرحه بكره من نادي بالسوري الكلام نص مية وده عشماوي حمام مصطفى جزار وده عشماوي حمام مصطفى جزار وده عشماوي حمام مصطفى جزار طب اللي بيحب